هذا الموضوع الرقابه، واش مثلا هوليود اللي كاين اعلى ما كاين في السينما في العالم كاين رقابه؟ عندهم رقابه؟ كاين رقابه على الافلام، يعني كاين رقابه على الافلام، يكذب عليك قدام، كاين رقابه على الافلام، وكاين رقابه قد تكون مثلا رسميه، وقد تكون رقابه يعني ديال اللوبيات مثلا ديال الافلام. نعطيك مثال، السينما مثلا كانت هي المكان الذي كنقول لك على بدايه السينما، كانت هي المكان الذي ياتي اليه الناس لمشاهده مستجدات الاخبار. دابا الناس في الاخبار كتدخل كتشعل التلفازه كتفرج في الاخبار، اولا دير مثلا كاين لابليكاسيون مثلا التطبيق في الهاتف كتفرج في الاخبار. السبيل الوحيد لمعرفه ما يقع في البلاد وما يقع خارج البلاد مثلا في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه كانت هي السينما. فكان السينما طبعا بخلفيه الدوله تريد الا تحبط الناس، فكتجيب لهم الاخبار مثلا باللي في حرب فيتنام، الاخبار ديال حرب فيتنام كانوا الناس مثلا الجهات الرسميه لان كانت كتمارس رقابه، الجهات الرسميه هي اللي كانت كتبنى نوعيات التسجيلات اللي غادا تجي وغادا تعرض على الناس في التلفازه وفي دور السينما الى اخره. من بعد بداو تيبانوا بعض الافلام، كيداروا مثلا بعض الافلام باش يبينوا يعني القوه ديال الجندي الامريكي وكذا الى اخره، وخرجوا لهم بعض الافلام من جناب، لان الفرق بيننا حنا ومثلا بين دوله بحال الولايات المتحده الامريكيه هو ان الانتاج ديال الافلام لا يتوقف على المركز السينمائي التابع للدوله والاموال دافعي الضرائب، المنتجين الخواص كاينين كثار، كاين شركات متخصصين في الباب هذا. فانت كتجيب واحد الطرح مزيان في السيناريو وفي الاخراج وفي كذا، تتعطيه لواحد المخرج كيتبناه، المخرج كيشوف ممثلين اكفى تيتبناه، كيجي منتج كيقول لهم شحال غيتقام الفيلم؟ 500 مليون هاكو 500 مليون، لان هذا الفيلم هذا تيبان لي غادي يدخل لي فلوس. فكيجي واحد كيدير مثلا بحال اوليفر ستون كيدير مثلا فيلم مثلا ديال بلاتون، فيلم ديال بلاتون هذا من الافلام اللي حطوا بصمه في تاريخ السينما الامريكيه خصوصا والعالمي على وجه العموم، اللي كتبين القبائح التي مارسها الجيش الامريكي داخل الاراضي في فيتنام. اوليفر ستون من اللي دار هذا الفيلم هذا شنت عليه ما قد يشبه الحرب. كيفين كوسنر مثلا من اللي دار الفيلم كنظن ما عقلتش المخرج اوليفر ستون نيت ديال جي اف كا جون فيتزرال كينيدي، فيلم في التسعينيات، من اللي دار هذا الفيلم هذا ولعب الدور ديال البطوله فيه كيفين كوسنر وجبدوا فيه مجموعه من الخبايا ديال الاشكالات ديال علاقه الاستخبارات وكاله الاستخبارات الامريكيه مع الجيش الامريكي في النشوب في اغتيال الرئيس الامريكي جون فيتزرال كينيدي، دارت شبه حرب على كيفين كوسنر، وجبد لي صداع مع مرته وتقرر لي مشكل وترفعوا عليه دعاوى وتم عليه التضييق حتى ولا هو تيقلب باش يجمع الفلوس باش ولا كيدير هو شركة يعني كاين واحد الاتجاه خصك تمشي فيه يعني عندك واحد الاتجاه معين ما يوريوش مثلا إبادة الهنود الحمر في امريكا تيوريو مثلا غير ان الهندي هو اللي متوحش وتقطع الصباع ديال الامريكي باش هذا في واحد المرحله من بعد من اللي حتى ان ما بقاتش موضه انهم ينجوا الافلام ديال الفار ويست او الافلام ديال كيف نسموها افلام الكوبوي افلام درعات البقره ما بقاتش موضه كبيره. خرجوا بعض الافلام مثلا كاين فيلم اللي كان مثل فيه كريستيان بيل خارج تقريبا هذه شي اربع سنوات نسيت لي على سميته، المهم هذاك الفيلم تيتكلم على ان تيبينوا زعما ان الهنود الحمر فيهم شي بركه ديال التوحش، وكيبينوا ان راه حتى الجيش الامريكي كانت فيه شي بركه ديال التوحش، لكن دائما غادي يجبدوا لك راه كاين وسط ذاك الجيش الامريكي راه واحد المجموعه من الناس فضلاء من الجنود فضلاء ودافعوا على هذاك الذي يعتبر عدوا دافعوا عليه وحتى انهم ضحوا بانفسهم من اجله. فانت واخا عارفهم راه داروا اباده جماعيه للسكان الاصليين ديال الولايات المتحده الامريكيه، لكن الفيلم تيخدمك باش كتخرج في الاخر كتقول ولك راه طلعوا رجال في الاخر. الرساله كتوصل، الرساله تتوصل وتثبت. نعم. يعني المساله خدمه كما ينبغي. بارك الله. ربما الاشكال سيدي نبيل القضيه ديال الرقابه، الى الناس كتخلعهم كلمه الرقابه اقترح ان تغير وتولي سميتها هيئه الحمايه. بحال عندنا مثلا ما كنقولوش مثلا ما كنوضوش نغوتو نقولوا علاش كاين عندنا شي حاجه سميتها جمعيه رقابه على المنتجين، ولكن عندنا شي حاجه سميتها جمعيه حمايه المستهلكين. وزوينه جمعيه حمايه المستهلكين، يسميوها سالك بلا ما تهلك يسميوها هيئه حمايه المواطنين مما قد يكون فاسدا مفسدا داخل الانتاجات السينمائيه. بارك الله فيك على هذه الاشاره سياسيه.